لسه عنده 16 17 سنه في الدين، وفي شاب لسه عنده 16 17 سنه، والشاب ده لسه ما يعرفش آداب قضاء الحاجه، والشاب ده طالع بيكفر في العلماء، دي فتنه. انت طالب علم ان شاء الله، نقول ان شاء طالب الله طالب علم، طالب علم تكفر النووي والسيوطي والحجر. نعم شوف، قال نعم ولا ولا ترف له ولا يرف له جفن. تكفرهم؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ممكن تقول لي شروط الاستجمار ايه؟ شروط الاستجمار عدم توفر الماء طبعا. عدم توفر الماء خلط بين بين التيمم وبين الاستجمار. اسم الاستجمار الذي هو ايش؟ يجزئ بدون ماء، فخلط بينه وبين التيمم، هذا بيكفر النووي وبيكفر ابن حجر وبيكفر السيوطي وبيكفر. طيب، كما قلت في الحلقة الماضية، هذه بضاعتكم ردت إليكم وإليك البيان بما يشفي العليل ويروي الغليل بإذن الله. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المثل يقول يداك أوكتا وفوك نفخ. يداك أوكتا، فليعرف وكاءها اللقطة، يعني يداك ربطتا وفوك نفخ، فأنت الذي نفخت النار، أوقدتها بفمك يعني. طيب، أنت مستغرب يا أبا عمر من هذه الأشكال؟ هذا محمد سمير هذا نفسه، هذا إمتى كان؟ هذا هو أصلاً كان هذا مع الحدادية، هذا كان زمان لما فتح هذا المقطع الثاني، هذا محمد سمير هو نفسه، هذا كان طالع مع الشموسي ويطبل له وإله معه حلقة بيتكلم على العلول ومنكر العلو. وهذا نص ابن تيمية أنه أنك منكر العلو أجمع السلف على تكفيره. هذا نص ابن تيمية، أنت ليش مستغرب؟ إيه هم أجمع، أنا بكفر لك منكر العلو، ما شاء الله يكون ناوي ومين ما كان يكون، لكن الخلاف ليس في العلو، الخلاف في الجهة والمكان والحيز. ما أحد نفى أن الله علي، هذا بنص القرآن وهو العلي الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش عرفنا هذا المحل تحرير من النزاع ولا كذا؟ مو بس محمد سمير كان يطلع مع الشموسي ويطبلوا لبعض، هو أبو عمر نفسه، هذا أبو عمر باحث له حلقات بيطبلوا فيها لبعض، وبيطلعوا اثنيناتهم لايف وبيطلعوا البث مباشر وبيطبلوا لبعض. هلا صرتوا تعملوا لي حالكم وانتم مالكم خبر؟ تعال أجيب لك كيف أن يداك أوكتا وفوك نفخ. ألستم أنتم أولا، أنت بتقول له بتعرف شروط الاستجمار؟ يا سيدي هذه بنعملكم عليها حلقات، بديش فك. أنت يا محمد سمير، أنت أبو عمر باحث بتعرف شروط الاستجمار؟ ليش؟ أصلاً هذا سؤال غلط، ما في شيء اسمه شروط الاستجمار. في شيء اسمه شروط الاستجمار في المذهب الشافعي، في المذهب الحنفي، أما ما في، أنت على أساس أنت على مذهب أهل الحديث، ما في شيء اسمه شروط الاستجمار هكذا مطلقاً، هكذا زائف في متشعلقة في الجو، لو متشعلقة في الجو، ما في شيء. في تقول له اذكر شروط الاستجمار ده في المذهب الشافعي، مذهب الحنفي، مذهب. اما اذا كنت على مذهب اهل الحديث بقى ما في شيء، بدك تطلع بقى ترجع للاحاديث وبدك تحدد اطار الاحاديث، ما هي اللي هي في نطاق الصحيحين ولا في كتب السته ولا التسعه ولا المعاجم ولا ايش، بدك بقى تحل بقى. نعمل على حلقات هذه. وانا اصلا وجهت سؤال الشموسي، قلت له معك شهر، هل الاستجمار سنه ام فرض؟ معك شهر وتنقل من ومعليش تنقل، معليش تغشش، معليش تنقل من الانترنت ومن جوجل. بس طبعا سؤال له توابعه، ارجعوا له هلا بعرضكم اياه. المهم، أليستم انتم من زهد الناس بالفقه؟ كان الالباني يجي للناس يجي يقول لهم بصلي لكم مثل ما صلى الشافعي ولا بصلي لكم مثل ما صلى النبي؟ بصلي مثل ما صلى مالك ولا بصلي مثل ما صلى النبي؟ يا لطيف، صار مالك خصم مالك والشافعي صار خصم للنبي صلى الله عليه وسلم. المضحك انه احدى الاخوات العجائز المغربيات قالت له لا أنا بدي كيف صلى مالك، لأنه مالك بيعرف بصلاة النبي أكثر منك أنت. الألباني طبعا راجعوا أنتوا أول صفة صلاة النبي الألباني،
كل تهذيب للناس بايش؟ انه لا تقلدني ولا تقلد مالك والشيء خذ من حيث اخذه. هو طبعا بيقول لك انا لا ازهد فيهم لكن انا احس على الدليل. العوام العوام تعرف دليل. روح ارجع لكلام قدامه في روضه الناظر وشو سؤال عن قضيه انه العوام لا يستطيعون ايش الاجتهاد وكذا. طيب الان هذه بقى اجيب لك عباره ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات لما قال العامي منا او العامي من الموحدين يغلب ألفا من المشركين، ألفا من علماء المشركين، من المسلمين، من المخالفين، من الأشاعرة، من الصوفية، من أهل السنة اللي هو خرج عليهم. عرفتم؟ إيش كثير مستغرب من هذا من من هذا من هذا الأمر. أليس هذا الصنعاني قال هذا في كتاب سبل السلام اللي بتطبله له، هو نفسه قال هكذا بالحرف الواحد، أتكلم عن الصحابة، قال أفهامنا كأفهامهم وأحلامنا كأحلامهم. هذا نص. قالوا وبالتالي أنه إذا نحن كلفنا إذا لم نكن مكلفين بالاستنباط لم نكن مكلفين وكذا إلى آخره. أنا جبت هذا بجزات للدكتوراه. أليس قال قائلكم هذا أصغر واحد من الوهابي يقول لك يا أشعرية يا أسافلة الورى؟ هذا ما كل حافظين هذا قبل ما يعرف أركان الطهارة وأركان تجاوز الست دقائق. لاحظوا هذه عبارة ابن عبد الوهاب مشهورة. شوف بكشف شواذ، شوف والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. طبعا مين مشرك؟ هو كفر كل من في عصره، حتى كفر نفسه. قال أنا نفسي ما كنت أعرف معنى لا إله إلا الله ولا شيوخي، ومن زعم غير هذا فهو كاذب. أريكم إياها العبارة. لاحظوا أخوان الكرام لأنه هاي هديه لأبي عمر البحث، ونفسه يقول لك تطلع بحلقة كاملة يقول لك لا ابن عبد الوهاب ما كان تكفيري، والشيخ الدادي كمان يقول نفسي ما كان تكفيري. شوف وأنا أخبركم عن نفسي كلام ابن عبد الوهاب، وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام. لاحظ ولا شوف وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك فمن زعم. لذلك النالون هذا لما جابوا هذا إسناد متصل قال إلى البخاري عن طريق ابن عبد الوهاب وشيخه، أنه على أساس أنه ما في هذا أشاعر هذا الإسناد، عملت عليه حلقة قلت له بس هذا الشيخ بيعرف لا إله إلا الله هون حسب كلامه لك كذا مشايخي ما منهم رجل يعرف لا إله إلا الله. شوف فمن زعم من علماء العرب أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل ذلك الوقت أو زعم عن مشايخ أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس. حصل. نرجع شوف طبعا هذه كلام هذا بينقلوه الوهابي، وشوف بيحتجوا فيه. شوف دعوة الشيخ محمد عبد الله سلفية لا وهابية، شوف متأخرين فيه، شوف 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 ما هذا ابن عبد الفهيم على أساس هذا على أساس إنه هذا من المفروض إنه هذا من المدخلية أو كذا أو نفس الشيء. شوف لاحظ هذا كلام صنعاني في سور السلام. شوف يقول لك شوف والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا، إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية لسقط التكليف. شوف لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا. طبعا أنا هذا جعلته هذا في رسالتي الدكتوراه أحد نواقض مذهب السلفي كله من عين أصله اللي هو قائم على حجية فهم السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. انت هناك ايش قلت؟ الصحابة افهمنا واوريكم العبارة. لاحظوا هذا احد اصول منهج اهل السنة في الاستدلال على مسائل العقائد اللي هو ايش؟ ان الصحابة افقه الامة وابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تكلفا واصححهم قصودا واكملهم فطرة الى اخر، الى ان يقول فالرجوع الى ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين على من جاء بعدهم. هون شكل وليك بجوابك لما بيدعو الى الاجتهاد لا افهمنا كافهامنا كافهمهم كافهامنا واحلامهم كاحلامنا كما ترون هنا. لاحظتم اللي هي هذه هنا الأفهام التي فهم بها الصحابة كأفهامنا وأحلامه كأحلامنا. طيب تعال أجيب لك قضية هاي طبعا هاي شوف هذا بشرى الشموسي. شوف يا أشعرية يا أسافلة الورى.
شوف 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 إني لأبغضكم لأبغضكم وأبغض حزبكم، شوف ولا أهجون صغيركم وكبيركم، شوف شوف لأقطعن بمعولي أعراضكم. شوف استحل الأعراض والدماء بمعولي، طبعا المعول هنا هذا مجاز، لذلك الشموسي أخذ سرق هذا المجاز وسمى سلسلة اسمها معاول. معاول إنه معاول إنه منها إنه معاول يعني في حلقات في إسقاط الأشعرية وكذا. شوف هذا أنت، هذا اللي علم، ما في واحد، أنا أصغر واحد سلفي بكتب لي العبارة يا أشعرية يا سلفي علما ما يعرف يستنجي. هلا أفرجيكم الإيش قضية، وهي قضية طبعا نحن رجال وهم رجال، هاي شوفوا هاي كثير، هاي نحن رجال وهم رجال. لاحظوا أن الاستجمار يكون إما بالحجر أو بالماء، مش شرط أنه يكون ما في ماء، لأنه هو الحديث إيش قال، لاحظوا هنا أنه إذا ذهب أحدهم فليذهب بثلاثة أحجار، ما في أنه شرط وجود عدم الماء. شوف